تاني غير الصبر. العربية البيضة دي! لا! مستحيل! مش متصورة! علي! عم أغني! أرجوك! انزلوا! انزلوا هاتوه! لا! نجيبه فين؟ واحنا نعرفه منين؟ علي! أنا ما كنتش أعرف عنك الخسة! خسة؟ أنا خسيس يا إنجي؟ أنت اللي اضطريتني إني أبوح بعبارة مؤلمة زي دي. لكن أنت جرحتيني يا إنجي، أرجوكي تراجعي عن اللي أنت قلتيه. من فضلك ما تلحش عليا أكتر من كده، هاتوه. أدمك نادي علينا يا علي فندي، كل ما تركب معانا العربية أخبط لي واحد. أنت متعيرني عشان أنا ابن الجنايني؟ انزلهم! 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 ايه يا جدعان؟ ساعة عشان تنجوني! ألف سلام عليك. أنا خابط ديب ولا بني آدم؟ طبقت الكابوس! هو متشنج ليه كده على فندم؟ واضح إن إصابته بليغة جدا! عملت له أنا فين؟ أنت في الأوتوموبيل بتاعي. أوتوموبيل؟ إيه أوتوموبيل دي؟ صدمتك عنده ناس. ولا يهمك، لقيت ريائي من سنك. اصدميني كل يوم، بس أفرشح عينيا ألاقي الوجه الصبوح المقرمش ده. إيه ده؟ انت بتتودد لي بجرأة كده ليه؟ ايوه ممكن ابوسك كمان. كلامك فيه تلميحات. انت اسمك ايه؟ اللمبي. يا لمبي افندي. ايوه. كلامك يوحي بمعاني تحمل كل ود وطمأنينة للقلب. ايوه تحمل كل ودن وطمأنينة للبلد. أرجوك يا سيد. يا عم أنا مش سيد، أنا اللمبي. أعرفك يا علي، اللمبي أفندي. أيوة، إحنا كل ودن وترنبيقة في قلب الترنبيل. عرفت خلاص. المهم يتهز في حديثه شوية. يا عم تهز بإيه؟ وأنت بتكلم مقرئ، وبعدين تهز بحزم لك وشك ده. أوه علي، تصرفاتك بقت مضايقاني خالص. ده شيء يتطهق وثقيل كمان. بقول لك يا لمبي افندي، يا ريت تيجي جنبي هنا وتسيبهم يا اخي يندمجوا ويتعمقوا. خليك لماح. والفانوس يبقى مين بقى؟ اورني. اورني بتحسن دخلك يعني باورني ده ولا ايه؟ لا 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 خالص، انت فاهم غلط. انا اخر حاجه افكر فيها الفلوس، اهم شيء اسعاد الناس. ايوه وتوفيق راس في راس. وبختيني عشانه، وانا اللي كنت فاكر اني لقيت فيك الحضن الدافئ، لقيت فيك القلب الصافي، لقيت فيك. ايه يا عم في ايه؟ اللي لقيت فيك لقيت فيك، انت فاتح ظرف دولاب بتدور على فلنات. انا لما حبيتك حبيت فيك علي الانسان. هي بتعمل كده ليه؟ وبعدين انت اسمك علي الانسان؟ انا اول مره اسمع عن علي الانسان ده. انا اعرف ان في علي الحجار، علي حميدة، علي ابو علفة، انما علي الانسان دي انا ما شفتهاش في اي كتالوج حيوانات. هي عيانة ولا ايه؟ انت شربت خالص. صحيح زمن مشقلب، زمن عايب. ايه صندوق الدنيا اللي انا وقعت فيه ده؟ على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي. أكم من مرة أقول لك طرفة مبهجة ولا تضحكيش؟ ما هي بقى مسألة قبول بقى من عند ربنا. شوف أنت وشك راجع ضارب في الحيط إزاي؟ وشك راجع ورا، ما هيضحك إزاي؟ اطلع يا أورن على أي بنت، أي بنت مشبوه، اطلع. كذاب.
سامحيني يا انجي، مش هقدر ادخل معاكي، انت عارفه البرنس علاء، افضل اني ما واجهوش وهو في حمه الغضب. هو مين البرنس علاء ده؟ بتاع الكبده ولا بتاع ايه السمين ولا مين؟ ده شقيقي. شقيقي يعني ايه شقيقي؟ يعني اخويا. ايوه ايوه. وايه بقى اللي جابه هنا؟ يعني في قلب القصر بتاع علي بيه؟ يا لمبي افندي، للاسف ده مش القصر بتاعي. ده قصر بابا الباشا. قصر بابا الباشا؟ طب وايه اللي دخل علاء في ابوكي؟ لانه اخويا يا لمبي افندي. ايوه اخوكي. طب ما اخوك ممكن يكون طعمان في اي حاجه موجوده في قلب القصر جوه ويسرقها. طمعان فيها ازاي يا لمبي افندي؟ ده اخوها. يا اخي انت مالك انت يا اخي؟ يعني انت قاعد كده يعني العربية بتاعتك ولا البيت بتاعك وقاعد عوالة كده عويل في قلب المكان، انت بسألك انت ليه؟ الله، ابوه بيشتغل ايه ده؟ انا ابويا الجناين بتاعنا. الجناين بتاعنا؟ يا سلام، الجناين بتاعنا على اساس ان انت وزير الداخلية والري. خدام. خدام ايوه. أرجوكوا، وأنا مش عايزاكوا تشعروا بزعر، البرنس علاء زمانه ناس تقدروا تتفضلوا معاي. وهو كذلك. يا عويل، يا اللي ملكش مثيل، يا رزيل، بتكلمني أنا مش أنت. لا، أنت زودتها خالص يا لمبي افندي. يا راجل اكذب، أنا زودتها بلا بتاع، وأنا بعمل لك قهوة، تقول لي زودتها خالص. أنت أوشكت إن أنت تسحق قلبي بكلامك الجارح ده. يا عم أسحق إيه وأنا أعمل إيه وأنا همسح أوضة، يلا أجري. يلا اجري بقى. صحيح يا لمبي افندي، والدك بيشتغل ايه؟ لا انا والدي حاجه تانية خالص، انا والدي تاجر نباتات نادره. نباتات؟ رائع، انا اعشق الزهور. اي نوع من النباتات؟ بابا من اكبر تجار البانجو في العالم. بانجو؟ ايوه عرنيس. اتفضلوا معايا. الله يخليكي، هناكل. يا برنس. يا سبحان الله، أول مرة أشوف برنس متأخر. عريته البرنسات. اصحى هنتأخر على ترابيزة القمار. يا الله، عايز إيه؟ يا برنس أنا رايدك في شيء مهم للغاية. فندم. الست الصغيرة. مالها كبرت؟ يا خف الدم البرنسات. لا دي جات ومعاها. عارف عارف. حيوان. حيوان ابن الجناين اسمه علي. دي توسعت المرة دي وجات ومعاها اتنين حيوانات يا برنس. وفين الحيوانات دول؟ في الجنينة. جنينة ايه؟ جنينة الحيوانات؟ يا خف الدم البرنسات، جنينة القصر سموك. أنا هموتهم بقى وأخلص. يحرق. إيه ده؟ أنت خايفة ليه؟ خايفة ليه من البرنسة عايلة؟ أخويا شراني وأحمق، والبندقية ما بتفرقش إيده، ودائماً أبداً بيشترك في مسابقات التيرو. طب ما طالما بيسابق في التيرو، إيه اللي هيخاف منه بقى؟ لا، التنشين على صحون الخزف، على كل إن لو شافني معاك ممكن يضربك بالنار. يضربني بالنار؟ تصدقوا طمني بالله؟ أغزه. أغزه ببقه. شيل ايدك من على الوردة يا ابن الجنايني. الوردة دي مش بتاعتك. ده مين البطريق ده؟ هو ده البرنس علاء يا لمبي افندي. يا راجل، أمال ماله رفيع في الأفلام كده ليه؟ أنت واخد كورتيزون ولا إيه؟ إيه يا عم اللولو؟ لو ما سبتش الوردة لن أتردد لحظة في ارتكاب أي جريمة. يا عم أنت بتكلمني أنا ليه؟ وما هو اللي هو اللي ماسك الوردة. موجه يسلح ليك ناحيتي ليه؟ تراجع عن اللي بتقوله يا لمبي افندي. اتراجع ايه؟ ده ديته اطلع في كل البلف بتاعه وخلص، هتلاقي بنطلون وقميص مرميين على السور. ايه يا عم لولو؟ ايه يا عم البالونه؟ صدق وتؤمن بالله اطلع السلاحليك الوقت اروح رشقك على طول افسيك. هتفسي. اذا هكتب عليك العذاب الطويل والحرمان من الحب، يبقى انت اللي جنيته على نفسك. Ah!